محمد شكري وركله حره للنادي الاهلي، هيلعب ويعلق على القائم الاول، وادي ضربه الراس، جول 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 جوه، جول، هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق محمد حسام ميدو. محمد حسام ميدو يضع هدف ثالث للنادي الاهلي. اتلعبت العرضيه الجميله والركله الحره، وادي الكرات الثابته والسلاح المهم لفريق النادي الاهلي، ادي اتلعبت من شكري وقاطع ولد محمد حسام ميدو بضربه راس، يعني كتمها كده في الارض وعملت باندا تسكن الشباك. ادي ضربه الراس كتمها، يعني نفس الضرب، يعني ضربه الراس او الكره اللي كان